يتواصل الحوار الوطني حول الدستور في الجهات الذي ينظمه المجلس الوطني التأسيسي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية. اليوم شمل كل من بنعروس وتونس، وسجل حضور نواب من اللجان التأسيسية بالمجلس الوطني التأسيسي. نسرين التركي أستاذة جامعية تصفحت مسودة الدستور وتحدثت عن توطئة ضبابية وعن نزاعة إيديولوجية وعن نظام حكم لم يبلور بعد وعن سلطة محلية لا مركزية. ما فماش غيالمون كيفاش موجودة اللامركزية، الآليات نتاع اللامركزية هذه يقترحوا أنه تكون فما مجالس جهوية ومحلية منتخبة، هذا شيء جيد، لكن ما نجموش نحكيو على اللامركزية في البلاد إذا كان ما تنجمش تكون عندنا اون دوزيام شامبر، يعني غرفة ثانية في البرلمان هي اللي تمثل الجهات. دخلت القاعة لتوصل صوتها لنواب قادموا للاستماع إلى المواطنين ومنظمات المجتمع المدني. المواطن لايج نفسه غريب على هذا الدستور اللي هو باش يطبقه نهار آخر، وبالتالي الفلسفة الأساسية هو أن يمتلئ المواطن، أن يعرف المواطن أن ما يكونش فما علاقة يعني غايبة بين المواطن وبين مشروع الدستور. جاء حضور كبير اليوم، أكثر من 500 مواطن حضر في بالنسبة لولاية تونس. المقترحات هذه ستدون في تقرير. بين ولايتي تونس وبنعروس كان الحديث عن ضعف لغوي وقانوني يشوب أحيانا المسودة، وعن عدم الحسم في عدد من الفصول وتكرار ذكر احترام المقدسات، مع غياب التنصيص على كونية حقوق الإنسان في باب الحقوق والحريات والمطالبة برفع الحصانة على رئيس الجمهورية وتجريم التطبيع. المجتمع المدني تكون عنده سلطة في التشريع وسلطة في المراقبة وسلطة في متابعة الشأن العام. قيتش معناتها تكريس للشباب امتي غوميرسيمون اللي احنا عملنا الثورة، معناتها ما لقيت معناتها حقوق الشباب مغيبة بتاتا. مقترحاتي هي التبرؤ من هذا الدستور لأنه يناقض عقيدة الشعب التونسي اللي هو جزء لا يتجزأ من الأمة الإسلامية. لا بد من تركيز مثلا على المجلس الأعلى للتعليم، لا بد من تركيز على ليس فقط إجبارية التعليم ولكن على تجريم أو معاقبة يعني الذي لا يلتزم بإجبارية التعليم. مسودة مشروع الدستور تحوي عددا من الفصول الإيجابية وفق مستجوبين، وأنه بالإمكان تدارك النقائص وإصلاحها.